انا عايزك تطمن يا هشام، انا اعرف مدير الفندق كويس وان شاء الله هجيبه واخليه يتجوز. المفروض اتنين متجوزين وزيكم كده في اول حياتهم يعني تبقي قلقانه عليه وتقولي له رحت فين يا حبيبي، جيت منين يا حبيبي، ما تاخرش عليا يا حبيبي. وحضرتك تعرفي هو فين؟ وقد قررنا نحن اخلاء سبيل المتهم من سرايا النيابه بضمان محل اقامته. بقول لك في واحد اتكلم على تليفون طنط من تليفون ارو، قال ان هي عملت حادثه وماتت. لو ارو حصل لها حاجه مش هسامح نفسي، بس انا ما عودتش اسيب حقي. خلاص بقى كبر دماغك، انت كبير. بقاء لله والدتك. انا كمان بحب قوي النسكافيه بالبن. مدام ارو كانت حامل في شهرين وبسبب الحادثه حصل نزيف افقدها الجنين. حامل؟ انت مالك بقى ومال القصه دي؟ يعني ايه انت مالك دي؟ وبعدين انت مالك مهتم بفاطمه قوي كده ليه؟ في ايه؟ مالك وانت فعلا بتحبيني وعايزاني نتجوز؟ هو انت يا سماح بتروحي عند ماما ليه؟ ها؟ سامحيني يا أروى، سامحيني يا حبيبتي. صدقيني انا عمري ما خنتك. أوعدك إن أنا حبكونك أحسن زوج في الدنيا، حبلك أي حاجة عشان أسعدك، بس أنت قوميلي بالسلامة. أنا والله أصلا ما كنت هسافر السفرية دي، بالعكس كنت عايز أخدك وأسافر عشان نبقى مع بعض ونقرب لبعض أكتر. أنا آسف، أنا السبب في موت ابننا، بس أنا عارف إن ربنا هيعوضنا، أكيد مش هيسيبنا. وانا كنت هعمل رد علي، رد علي اني كنت هعمل. شوف الرخص. انزلي من العربيه عشان افتشها. دي الرخص فيها حاجه ولا اجراءات امن بسيطه؟ اتفضل يا بيه انزل. ايوه حضرتك معاك اذن تفتيش. اذن تفتيش؟ اه انزل يا برنس، انزل لي فتش لي العربيه. تمام يا باشا، معلش لقيت دول في العربية. لقيت دول؟ ايه ده بقى ان شاء الله؟ بودرة؟
شفت بقى ايه اللي حصل لاخوك؟ بصراحه قفش سيس قوي. اضحك يا اخويا. هقول لك بس انت اتصرفت صح، كويس قوي انك بعدت نور عن الاحداث الفتره اللي جايه دي كلها. انت مش ناقص مشاكل وحوارات، كفايه اللي حصل الفتره اللي فاتت. طبعا يا معلم انا مش ناقص وجع دماغ، اقسم بالله انا كان عندي مشاكل في الشغل الاسبوع اللي فات فظيعه. مش ممكن بقى يبقى مشاكل في الشغل ومشاكل كمان في البيت؟ طب بذمتك انت الواحد يجيب منين الدماغ ده كله؟ بس الشهاده اللي بنتك طلعت جدعه، واحده غيرها كانت راحت حكت للمدام على كل حاجه. لا اصل انا ورانا بنتي اصحاب، مش زي اي علاقه اب ببنته كده. لا لو بنت تانية كان زمان اعترض على امها، حكت لها على كل حاجه وكان زمان البيت ولع نار. بس خلي بالك هي كده وجهت لك انذار شديد اللهجه، القصه دي لو اتكررت تاني هتجري تحكي كل حاجه للمدام، ساعتها هيبقى عندها العيب وازح صراحه. اكيد معاك حق والله فعلا. ها قول لي بقى يا معلم، انت ناوي تخطب البنت اللي كانت معانا في الغردقه دي؟ بنت مين؟ يارا؟ اه لا يا عم انا مش بتاع خطوبه وجواز والكلام ده، انا احب اغير كده في البنات زي موضوع العربيات كده، مرة ألماني مرة أمريكاني مرة ياباني كده يعني، لكن أثبت على حاجة واحدة أزهق. أصل أنا كنت ملاحظ يعني إن هي الوحيدة اللي في الرحلة كانت مركزة معاك قوي، واضح كده إن هي كانت متعشمة فيك بزيادة يعني. يا عم متعشم، عم عشم مات الله يرحمه. لا مؤاخذة يا طارق استنى. اتفضل. أيوة فرغلي، إيه الأخبار؟ تمام 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 قوي، حلو قوي. اسمع بقى، انا عايز الواد ده يتروق في الحجز، يتروق قوي. سلام يا جامد. يعني معاك بودره وسلاح وفلوس، ده اتجار بقى مش تعاطي. سعادتك انا اسمي حازم صاحب شركة بلانت تولز السياحة. السلاح ده مترخص، الفلوس دي فلوس شغل، أما بقى المخدرات دي أنا معرفش عنها. وإيه اللي يخلي واحد محترم زيك كده يتاجر في المخدرات؟ برضو فندم أنا شركتي بتكسب ملايين، مش محتاجة تاجر في الزفت ده. طب أنت عندك سواق خصوصي بيسوق لك العربية؟ أكيد عندنا سواقين كتير، بس أنا مفيش حد بيسوق عربية. تفسر لي بايه وجود المخدرات دي في عربيتك؟ معرفش يا فندم، لو اعرف كنت قلت لك. طب عندك اعداء ممكن تتهمهم؟ اكيد اي حد ناجح عنده اعداء، بس انا معرفش اقول مين ولا اعرف اختار حد بعينه. انت ليه مش عايز تساعد نفسك؟ يا فندم انا قلت لك اللي عندي، ما عنديش حاجه تانية اقولها. يعني مصر على الانكار؟ هو انا يا اما اعترف باللي حضرتك عايزه يا اما ابقى مجرم ولا ايه بالظبط؟ خلاص ما تزعلش روحك يا حازم بيه، احنا نحولك بكره على النيابه ونشوف بقى حكايتك ايه بالظبط. طب بعد اذنك عايز اعمل تليفون. مساء الخير. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. الله يسلمك يا ماما، ازيك يا هانيا؟ الحمد لله. اخبار الرحلة ايه؟ الحمد لله. معلش عن اذنكم لازم اطلع عشان تعبانة من السفر. اختك مالها يا هانيا؟ مش عارفة يا ماما، انا هطلع اشوف مالها عشان باين ان في حاجة حصلت ضايقتها. ربنا يخلوكوا يا ولادي ويبعد عنكم ولاد الحرام ويهديك يا ريم بحق جاه النبي واهل بيته. دي يا فندم رخصه السلاح اللي لقوها. بعد اذن حضرتك يا فندم، يعني احنا عيله كبيره ومحترمه وانا واخواتي متربيين واولاد ناس، انا شايف ان القضيه دي حد ملفقها لاخويا حازم. اخويا ملوش في المخدرات ولا في الحاجات دي خالص. للاسف يا باشمهندس وضع اخوك سيء جدا في القضيه دي، خصوصا ان اتقبض عليه بعد اخباريه كانت متقدمه ضده، والكمين اللي اتقبض عليه فيه كان معمول مخصوص علشانه، وده معناه انه اتقبض عليه كتاجر مخدرات. واضح كده ان في حد بيكره اخوك قوي او عايز مثلا يزيحه من طريقه. طب حضرتك كلامك زي اللي انا بقوله بالظبط، يعني ده بياكد ان اخويا بريء وحد ملفق له القضيه دي. يا باشمهندس النيابه ما بتاخدش غير بالادله والبراهين، ودي حاله تلبس. ما تقول له حاجه يا رياض بيه. بص يا يوسف، الحقيقه انا محتاج وقت ادرس فيه القضيه واشوف ملابساتها وادور على مفتاح يوصلني لاي ثغره يثبت ان القضيه دي ملفقه. يا رياض بيه بس حضرتك عارف ان حازم ملوش اعداء، واكيد في شخص عايز يضيع مستقبل اخويا. اهو لو عرفت بقى مين الشخص ده
يبقى حلته نص المشكله. ولا ايه يا متر؟ ان شاء الله هنلاقيه. خير خير يا يوسف. مساء الخير يا زميلي. يلا من هناب. انت مالك وشك غامق كده ليه؟ هو انت جاي في ايه يا شقيق؟ طابور عشان انا مش فايقلك. كله بيقول البقين دول بريء ومش بريء وفي الاخر تطلع ابن كار قديم. انت عايز ايه؟ مالك حمقي قوي كده ليه يا عم؟ ما تزقش. هتجيب سيجاره يالا؟ ما قلنا معيش. هات يد سيجاره من اللي انت مكمرهم في الشراب. يا عم ما قلنا معيش. لا ده انت عايز تتقدم بقى. واحد خزاك هو اللي يقدمني. فيخه؟ ايه يا ده انت اهو؟ بس يا عم بس يا عم بس انت اهو ارجع كده يا عم. يلا يلا من هنا اهو. اقفل كل واحد قاعد في مكانه. اقعد يا عم على جنب كده. ياسين اللي انت بتعمله ده مش هيفيد بحاجة. البوكا ده مش هيرجع أمك. انت عارف إن أمك ممكن تتعذب بسبب فلوسك الحرام دي؟ يا اللي عايز تصوم العمر كله عشان ترجعها؟ انت السبب في موتها. عالجتها بفلوس حرام. ربنا مش مبارك فيها. إيه اللي انت بتقوله ده ياسين؟ وبعدين ولا تزر وزارة وزر أخرى. يعني اللي هيتحاسب أكيد أنا مش هي. وبعدين الفلوس اللي أنت بتقول عليها حرام دي، دي فلوسنا إحنا، دي حقنا. عارف يا ياسين الفرق اللي بيني وبينك إيه؟ إن أنت إنسان سلبي، شايف الناس التانية قاعدة بتتمتع بفلوسنا وساكت، إنما أنا مستحيل. وأنت إن شاء الله عايزني أشترك معاك في عملية النصب اللي أنت عمال تعملها يمين وشمال؟ عامل زي المجرمين اللي متربيين في الشوارع؟ في الآخر عايزنا ننصب على مين؟ على الناس اللي احنا بنشتغل معاهم؟ اللي بنقبض مرتبنا من شركتهم؟ شركة ايه؟ مدفوع يا ياسين. الشركة اللي انت بتتكلم عليها دي اصلا الشركة بتاعتنا احنا، والفلوس اللي انا بحاول ارجعها دي ده الميراث بتاعنا. فوق؟ لا فوق انت من الوهم اللي انت عايش فيه، وفوق من الشيطان اللي مسيطر على دماغك وافكارك ومصور لك ان دي حقوقنا. انت لازم ترضى بالامر الواقع. وانا ارضى بالامر الواقع ليه؟ وليه افضل ضعيف؟ بقول لك ايه؟ انا خلاص قررت. هبيع الجزء الباقي من الارض وارجع فلوس حازم اللي انت نصبت عليه بيها. يمكن اطهر الفلوس اللي امي اتعالجت بيها، خليها تنام بقى مرتاحه في تربتها. وانا كمان اريح ضميري عشان متسطر على مجرم وخايف ابلغ عنه عشان المجرم ده يبقى اخويا. لا ده انت اتجننت رسمي بقى. هي حصلت بتقل ادبك عليا؟ يعني انت عايزني اعمل لك ايه؟ انت خلاص هتقضي على شويه الصبر اللي فاضلين لي. ليه؟ ناوي تعمل ايه تاني معايا؟ بقول لك يا ياسين، انا اعمل اي حاجه علشان ارجع حقي ان شاء الله، حتى لو ضحيت بيك انت شخصيا. فاهم؟ معلش يا حبيبتي، انا اليومين دول عندي ظروف صعبه، مش عارف اللي بيحصل انا وعيلتي. والله يا ياسمين مش فاهم اي حاجه، بلاوي عماله تتحدف علينا كل يوم. ادعيلي انتي بس. حاضر، اليومين دول يعدوا وانا هكلمك اشوفك فين واجيلك على طول. انتي كمان وحشاني قوي، ويوسف وحشني كمان، عشان خاطري ابو سهيل يسلم عليه لغايه ما اشوفكم. خلي بالك من نفسك. مع السلامه يا حبيبتي. سلام. يا ابني بطل عط، ربنا يهديك. ما تتجوز بقى، ما احنا كنا كده زيك وربنا هدانا. انا بذمتك يا رب ايه ده وقته؟
يعني مع البلاوي اللي بتحصل للعيله بتاعتي عايزني ازودهم ببلوه واروح اتجوز كمان، وبعدين الاقي مراتي تاني يوم مذبوحه. يا باي ايه اللي انت بتقوله ده؟ خلاص انا اسف، ما تتجوز حر. الموضوع مش موضوع جواز، موضوع ان احنا مستوى المصائب اللي بيحصل لنا الابديت بتاعه اللي جاي بقى، حد فينا هيتذبح، حد فينا هيتقتل، ده الطبيعي يعني. بس قول لي بقى بالنسبه ان ربنا هدانا دي. ايوه بص قدامك، بص قدامك. انا باصص، انا عايز استفيد بس. بص قدامك. حاضر حاضر يلا. تخيلي هاني قال لي اقطع علاقتي بيه تماما. امال كنت منتظره ايه من واحد تسبب ان مراته تعمل حادثه وان هي يروح منها ابنها اللي كان يتحمل فيه؟ امر طبيعي ان هو يحس بالذنب. وبعدين انت لازم كنت تبقي متوقعه حاجه زي دي، او على الاقل تتفادي كلام معالي ومن دول. طب وانا ذنبي ايه؟ ذنبك ايه ازاي يا ريم؟ ذنبك ان انت السبب طبعا. ما هو لو مراته ما كانتش شافته معاكي اليوم ده ما كانتش عملت الحادثه دي. وبعدين هي اكيد كانت ماشيه بالعربيه ومش شايفه قدامها من الصدمه، وبالتالي اكيد ما كانش حصل موضوع الاجهاض ده، صح ولا لا؟ ده قدرها، ربنا كاتبه لها. وبعدين دلوقتي انا متلخبطه ومش عارفه اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. طب بقول لك ايه، ما تطلبي ينقلوكي لفرع الشركه التاني. بس انا مش عايزه ابعد عن اشرف، او عشان ما اكدبش عليكي مش قادره ابعد عن اشرف. طيب يبقى على الاقل تاخدي اجازه شويه لحد ما الدنيا تهدى. وانا رايي بصراحه ان انت تنسي موضوع اشرف ده وتيجي على نفسك شويه يا ريم، وخصوصا ان انت تعمقتي في العلاقه دي من غير ما تفكري في ابعادها ولا عواقبها، وخصوصا ان هو يعني راجل متجوز. بس ما بيحبش مراته. لو ما كانش بيحب مراته ما كانش اتأثر باللي حصل. اللي بيحصل لنا ده يا فريد، انا حاسه ان ده عقاب ربنا، يمكن عشان ظلمك لاهل جوزك. كل ده بيحصل لك وبيحصل لاولادك، بس انا ما خدتش حق احد. ايوه الورث ده كان من حقي انا، ولو كانوا هم اللي خدوه كان زمانهم ضيعوه. انا اللي اشتغلت وكبرت الشركه وكمان شغلتهم معي، أعمل إيه تاني؟ عز يوسف، عملت في الموضوع قلت لك عليه؟ موضوع يا عم بتاع كام النص ديني ده؟ نبع عوض سبني في حالة مش فاهمة. ألو، أنا فاطمة. تمام، أنا رايح لحازم في الطريق. إيه ده؟ وانت ما تعرفيش اللي حصل له؟ حازم مقبوض عليه. ايوه اتمسك في كمين ومعاه بودره. انت ليه ما قلتليش ان حازم اتقبض عليه؟ ايه ده، انت عرفتي ازاي؟ جوزي بقى مقبوض عليه وانا اخر من يعلم. يا بنتي بروحك ليه مش هيفيد؟ اساسا مش هتعرفي تشوفيه. ليه بقى ان شاء الله؟ فاطمه الموضوع كبير، انت عارفه يعني ايه قضيه مخدرات.
فين يا جماعة؟ إيه اللي حصل؟ أخبار مكافحة المخدرات إيه يا وليد؟ مبسوط هناك؟ كالعادة يا فندم، شغل ليل ونهار وبلد كلها بقت مساطيل ساعات. ما أنا قلت لك خليك معايا هنا. يا فندم أي موقع حضرتك تكون فيه يشرفني العمل فيه يعني. الله يخليك يا حبيبي. قول لي بقى، إيه الحكاية اللي أنت عايزني عشانها؟ الفترة الأخيرة دي يا فندم كنا بنترصد لشبكة مخدرات كبيرة جدا. الزعيم بتاعها واحد لبناني اسمه عدنان. هو اليومين دول في مصر. إحنا قبضنا إمبارح على واحد صاحب شركة سياحة كبيرة ليه علاقة بعدنان ده. جرايا وليد، إيه علاقتي بالموضوع ده؟ آسف يا فندم، بس ابن صديق عزيز لحضرتك رجله جاية في الموضوع. ده مين ده؟ ابن رياض الفول. عمرو؟ تفتكر اللي اسمها ملك دي هتطلع كويسة فعلا وتساعدك وتقف جنبك؟ والله ماما حسيت كده، بس الله أعلم. على فكرة هم عندهم ظروف صعبة قوي. مني ظروف؟ ظروف ايه؟ فريدة جبالي في المستشفى، وأروى كمان عملت حادثة، حتى حازم مقبوض عليه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه البلاوي دي كلها؟ دي العيلة دي يا بنتي اتبهدلت. اسمعي يا إيمان، لازم تسألي عليهم. ايه ماما اللي انت بتقوليه ده؟ يا بنتي احنا في يوم من الايام الناس دي كنا مناسبينها، واحنا ناس بنعرف الاصول، واجب برضو انك تسالي عليهم. ما انا بخاف بقى انهم يفهموا غلط. انت بتعاملي ربنا، واللي عايز يفهم صح يفهم، واللي عايز يفهم غلط هو حر. يا ستي قومي هاتي حمزه يلا عشان ياكل. يلا. حاضر. اجازه شهر بحلوه ريم ليه؟ معلش يا فندم، بس انا عندي ظروف خاصه ومحتاجه جدا الاجازه دي. بس انت عارفه ان المهندس اشرف واخد اجازه شهر عشان ظروف مراته، وانا مش هقدر اوافق على الاجازه دي. معلش يا فندم، بس انا حقيقي محتاجاها. وانا مش هقدر اوافق على طلبك اكتر من اسبوعين عشان حاجه العمل لا تسمح. ايوه يا ست سهيله، ايوه. الباشمهندس اشرف رجع ياخد غيارات لمدام اروى، بيقولوا انهم نقلوها مستشفى هنا في القاهره. مدام فريدة هي كمان راقدة في المستشفى الله يعينها. أنا مش عارفة إيه البلاوي اللي بتحصل لهم اليومين دول. حاضر، لو حصل أي مصيبة تاني هبلغك على طول. عناي، مع السلامة. اتفضلي يا أستاذة رنا. أهلا أهلا أهلا، إيه المفاجأة الجميلة دي؟ ربنا يخليك ليا يا بابا حبيبي. ها قولي بقى يا حبيبتي، دي زيارة عادية ولا لجنة تفتيش؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني انك انت جاية تطمني وتشوفي عملت ايه في موضوع نور؟ لا ما خلاص، انا عرفت من السكرتيرة ان انت مشيتها وجبتها بدلها. بس انت عملت ايه في موضوع نور؟ مشيتها خالص. معقولة يا بابي؟ ليه قطع العيش ده؟ هو حضرتك مش قلت ان مفيش أي حاجة بينك وبينها؟ والله أنا عملت كده ومشيتها يعني درءا للشبهات، مش كده أحسن؟ لا يا بابي مش احسن، كنت وديها اي مكان تاني بعيد عنك. يا حبيبتي كانت هتفضل برضو موجوده جنبي في الشركه. الله، وبعدين بنتي حبيبتي يعني ذكيه، وما كانش اخيل عليها الكلام ده. المفروض بقى دلوقتي ان انا وثقت فيك. طب بالعكس بقى، انا شكيت فيك اكتر من الاول. مش ملاحظه ان احنا اتجرأنا على بابا في الكلام قوي يا رنا؟ معقوله بنتي حبيبتي تشك فيا؟ ويعني يا بابي بصراحه كده، يعني الموضوع لو ما يهمكش هتهتمي بيه للدرجات دي؟ لدرجه انك ترفضها؟ حيرتيني معاك يا رنا، انا بصراحه مش عارف ارضيك ازاي. ترضيني انا؟ طبعا، امال ارضي نفسي؟ هلا وانا كنت بمشي نور ليه؟ عشان خاطرك انت، امال عشان خاطر مين؟ طب ايه رايك بقى يا بابي يا حبيبي ان انت تاخد مامي وتسافر في اي مكان بعيد كده، يعني عشان تقربوا من بعض شويه؟ طالما بتقولي كده يبقى انت لسه شاكه في الموضوع. على العموم مسير الايام تثبت لك انك انت كنت غلطانه. نرجع مرجوعنا تاني بقى يا ست رنا، ها ايه سبب الزياره دي؟ بصراحة يا بابي أنا عندي في الجامعة مسافرين هولندا آخر الشهر، وعايز أسافر معاهم. وتسافري كده لوحدك؟ لوحدي؟ لوحدي إيه يا بابي؟ هيكون معايا صحابي. ما هو معنى إنك أنتِ معاكي أصحابك إنك أنتِ مسافرة لوحدك. صحابك دول يا حبيبتي ما يتحسبوش، ما يعتمدش عليهم،
الله، لما تكوني مسافره سفريه زي دي لازم يكون حد مننا معاكي، يا اما انا يا اما ماما. يا بابي هو انت ليه دايما كده محسسني ان انا عيله صغيره كاني لسه في المدرسه؟ يا حبيبتي انت هتفضلي طول عمرك في نظري طفله صغيره. طيب يا بابا بس عشان خاطر انا نفسي اسافر معاهم وحياتي يا بابا عشان خاطر. نفسك قوي يعني؟ قوي. خلاص اوعدك اني هفكر في الموضوع. لسه هتفكر؟ هذا وقد أمرنا بحبس المتهم حازم فؤاد هنداوي 4 أيام على ذمة التحقيق وإرسال عينة من الحرس إلى المعمل الجنائي. ألف ألف حمد لله على سلامتك يا حبيبتي. ميرسي يا طنط الله يسلمك. مش تاخدي بالك من نفسك يا أروى؟ ولا أنت عشان واخدة بقى تطيري في الجو فاكرة نفسك هتطيري على الأرض؟ لا يا حبيبتي، اللي قبلنا قالوا في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. بنت لسه حلوة وصغيرة ولازم تعيشي حياتك، ولا انت زهقتي بقى؟ يا طنط ده قدر ربنا، بعدين انا غصب عني. طب طمنيني يا حبيبتي الدكاترة قالوا ايه؟ الحمد لله احسن بكتير. والله ما انا عارفة ايه اللي بيحصل لكم الايام دي، حاجة تقهر. انت في الحالة دي وفريدة وبعدين حازم. ماما ايه اللي حصل لماما وحازم حصل له ايه؟ بليز يا طنط انطقي قولي لي، انا مش عارفه حاجه.